جزء من قطعة أثرية يعود لمصر، أي قطعة هاي وما هو الجزء؟ مظبوط يا راوية، هو فعلا أعلنت الحكومة السويسرية إعادة جزء من تمثال رمسيس الثاني واللي كانت تمت مصادرته في جنيف طبقا لدعوة جنائية سلمته مديرة المكتب الاتحادي للسفارة المصرية في سويسرا وفقا لقانون النقل الدولي للممتلكات الثقافية. والقطعة دي كانت اتسرقت في الثمانينات أو التسعينات من معبد طبعا رمسيس الثاني بأبيدوس مصر، ويعني التمثال ده هو ضمن تمثال جماعي بيجلس فيه الفرعون بجوار آلهة مصرية أخرى. وأكد البيان الخاص بالحكومة السويسرية إن إعادة القطعة دي هو تأكيد للالتزام المشترك بين مصر وسويسرا بمكافحة الإتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية. ندى، موضوعنا الثاني هو دعوة عيد الأب في مصر، ما القصة هنا؟ هو احنا لحد دلوقتي ما عندناش يوم رسمي في مصر يعني مخصص لعيد الأب، ففي أب وفي نفس الوقت هو مدير لمركز حياة أو مركز الحياة لحقوق الإنسان أستاذ طبعا ياسر التركي كان بيطالب بالمطلب ده من 2015، يعني هو شايف أن الأب يعني لا يقل أهمية عن الأم، وده طبعا حقيقي، فإنه ليه ما يتمش تخصيص يوم في مصر عيد الأب زي ما كل دول العالم عندها يوم بتحتفل بيه بالأب يعني، وزي ما احنا عندنا يوم لعيد الأم. فرفع دعوة ويعني تم حجز الدعوة وهيتم النظر فيها في جلسة 9 يوليو المقبل، وده معناه ان احنا ممكن السنة الجاية نكون بنحتفل بعيد الأب في مصر زي عيد الأم بصراحة. يعني هو رفع دعوة لتثبيت تاريخ معين كيوم رسمي للاحتفال بالأب في مصر، والله فكرة جيدة جدا ويمكن لازم تطبق يعني ببقية العالم العربي. شكرا جزيلا لك يا ندى ونراكي في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.